مشاهدي متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد. وهذه المره ديال بنت خالت هذيك السيده اللي كانت اتهمتها بانها سد عليها في الدار وكتعطيها ادويه مخدره باش تبقى السيده فاقده الوعي باش تسولي لها على المنزل ديالها. وكانت قالت بان غير الجيران اللي ساعدوها باش هربت عن طريق الاسطح ومشات 15 يوم وهي جالسه عند شي سيده حتى استرجعت الوعي ديالها ومشات قدمت شكاية عند وكيل الملك. دابا حنا جينا بطلب من بنت اختها اللي كتطلب حقها غد، وهذا من حقها، وغادي نعطيوها الكلمه. اختي هذه بنت خالتك كتهمك بانك انت استغليتي الوضعيه المرضيه ديالها وبانك جلستيها في الدار وكنتي كتعطيها ادويه مخدره باش ما تبقاش عاقله. الناس كيجيو عندها يبغيو يشوفوها كتقول لهم ناعسه، وكتقولي باش تسولي لها على الدار وديتي لها 3 مليون اونس باش كتعطي. السلام عليكم اولا ومبارك عواشركم والحمد لله على كل حال. انا درت غير خير من بعد ما هي طاحت تقطع على عرق، كنت مدمنه على المخدرات، كتاخذ شراب، كدير حشيش، كدير الكار. واثناء النهار اللي طاحت كان مع الصديق ديالها هنا في المنزل تحت، الوقت اللي قوات المخدرات هي كانت عندها ايبرتونسيون من 2006، وكلشي كينصحها بانها ما تبقاش دير مخدرات ولكن هي ما بغاش تسمع. طاحت تكفلوا، بداو كيجروا بها الناس، كيجروا بها واحد السيده كانت ساكنه معها، واحد البنت كانت ساكنه معها، استغلتها حتى هي 6 سنين. ومن بعد انا اللي خديت في الاخر كلشي، ملي شفت كلشي تخلى عليها. والعمليه ما كانتش غدار هنا في كازا، داروها درناها ترونسب، سيفطونا من موريزكو حتى بنورش حتى السبيطار الاختصاصي بنو سينا في الرباط. مشيت انا اللي مشيت في الاول ما قبلوهاش، قالوا بان لاباري خاسره. بالتالي انا مشيت عند الدكتور بوعمامه، درت ليها جمعت ليها الاوراق باننا غنديروا ليها العمليه في سميتو العمليه في كلينيك. دفعت لها الوراق للشهادة الام اف ام. بلا ما تقولي الاسماء ديالها، غادي هوات ولا ديالها قولي شي غادي ولا. دفعت ليها باش نديروا لها باش ندير النداء. دخلت واحد السيده ما باغاش تذكر الاسم ديالها، عيطت للرباط، صيفطوني انا، هزيت الوراق ديالها، مشيت للرباط. استقبلتني الدكتوره فكري، هي غتسمعني وغتعرفني، طحت لي على رجليها كنطلب فيها، قبلوها ليا، طبعت الدواسه، جيت انا هنا، هزيتها في الامبولونس امام الملا، الجيران كلهم شاهدين انني انا ديتها في الامبولونس. جلست معاها حتى دارت العمليه جوج الاولين، من بعد خرجات جبتها للدار. تقاريرها وما التقرير الاولاني هي كتقول لك قبل ما تخرج، قبل ما تدخل عطاتك 4 مليون باش تصرفيها، ما صرفتيهاش عليها. ما عطاتنيش اسيدي 4 مليون. مشيت انا للبنكه بالاذن ديالها، جبت الكيسي تاع البنكه ورجع قالت لي راه خصك، بغيت 4 مليون ديالي. وجات المديره تاع البنكه وسينات لها هنا في البيت ديالها لتحت، لبغيتو تصوروها تبغيتو تشوفوه. المديره البنكه سينات لها باش تعطيهم ليا. جبتهم انا، خديت 4 مليون بهاد اليدين، ولكن عطيتهم للمراه جارتنا قدامها. عيطنا للمراه جارتنا، كنقولوا لها المهمه سميتها، كنقولوا لها المهمه ما بغاش تذكر سميتها. ما بغاش تذكر سميتها. عطيناها 4 مليون. علاش عطيتيها 4 مليون؟ امانه، لان كنثقوا فيها وغتمشي معايا للضابطه القضائيه غتشهد. المراه غادا تشهد ليا بهذا الشيء كامل، لان شافوا الظلم تصرف عليا وما عجبهمش الحال. عطيناها 4 مليون، صيفطت لها بنت عمها مليون من اللي كتقول هي بنت عمها من مصر. صيفطت لها مليون، مشى معها ولد جيراننا خداه، ما سلمتوش انا للمراه، سلموه هما للمراه، هي شاهده. ولاو عاد المراه 5 مليون. الوقت اللي بغيت انا نمشي نبدا نجري، عطاتني المراه مليون 10000 درهم. انا الان فقيره ما عندي باش غنجري عليها، وشريت لها الماتريال وشريت لها داكشي، انا ما عنديش. انا وقفت برجليا في سبيل الله، وفلوس اللي كنت كنمشي بهم في الترانات، وفلوس اللي كنشري لها الماتريال والدواء وكلشي، وكلشي مقيد في الوراق. عطاتني المليون الاول، درنا العمليات الاولى والثانيه، ما خلصناش السبيطار لان هي ما بغاتش تخلص السبيطار. مشاو للجيران، دار لها الروس، دار لها الراميد، بديت كنخدم انا بالروسي، ولو ان في السبيطار تما عاقل عليا ما كانوش كيبغيو ياخذوا من عندي الروسي، وكنبقى نتغاوت وكنبقى نتقاتل باش كيديروا لي السكانيرات وكشي بالروسي. سالينا العمليات الاولين جوج، جبناها، قال لي الطبيب قبل العمليات الاولين هي اصلا جا انهيار عصبي باش غيوليو يعطيوها هاد الدواء. هاد الدواء جا انهيار عصبي في المستشفى، هما كلهم شاهدين، وكاينين الناس كانوا ناعسين حداها
في المستشفى، ما بغيتش نذكر اسمائهم، تعرات في المستشفى كي ولدت امها وبغات تنقز من الشرجم. عيطوا لي في الليل، مشيت انا الصباح بكري خديت التران تاع الاول ومشيت. قال لي الطبيب خرجوا لها، عطاو لي البراوات كالمو، قال لي ها دارت وها دارت وها دارت. الدكتور جيمي ولا جوزيف، ما كانوا عنده جوج اطباء، عاد الدكتور الويد غيري، عاد الدكتوره فكري اللي دارت اللي دارت لها العمليه الاول. الثانيه خرجوا لها الدواء باش وليت نعس، هاو بالاوردونونس بكل شيء، انا ما درت لها حتى حاجه. واخا ملي سالينا العمليات الاولين جبتها جلست 4 ايام. الطبيب ملي بغيت نخرجها قال لي وكاينين شهود، ها البنت هي الشهاده غد، قال لي ما خصهاش تهضر بزاف، ما خصهاش، خصها تنعس بالدواء. انا ما درت والو، والدواء تاع القلب ها هو، تا هو بلوغدونونس تاع طبيب القلب. ها هي بلاتي هذيك، ها هو طبيب القلب، ها هو ها هو هاد ثلاثة الدوايات بالدواء تاع طبيب القلب. وملي جبتها عند طبيب القلب برسالة، بعدا باقي ما وصلناش لطبيب القلب، جبتها قلت 4 ايام جاتها غيبوبة، حاولي تختص جاتها غيبوبة، غلب لها الماء على راسها. عاود رديتها عيط لومبيلونس امام الملا، رديتها لموريزكو، دخلوها داروا لاسكان ودخلوها الانعاش، صيفطوها ترونسفيري عاوتاني للرباط. انا رجعت بنفس لومبيلونس لهنا باش خديت مليون اخر من عند المراه، هذا هو المليون الثاني. كان عندي بقيه الفلوس وخفت طلب حاجه اخرى، لان هذيك الليله اللي مشينا هذيك الليله بوحده طلعت لي ب 4300 درهم ما بين لومبيلونس تاع من هنا من الحي الحسني البنورس 16000 ريال. وملي رديتها باش نهز الوراق الاخرين ونهز المانطا والمخده والحوايجها وهزيت المليون الثاني، داتني لابيلانس ب 26000 ريال. تما درت لها تحليلات ايرجون في نفس النهار. علاش ترجعي تهزي الوراق بلومبيلونس؟ تقدري ترجعي في تاكسي. وسمحي لي الا سولتك هذا السؤال. لومبيلونس ما بقاش تسناني انا بنورشت. لومبيلونس رجعت نفس لومبيلونس بقات معايا حتى درنا لها السكانر وداك الشيء، ورجعت هنا هزيت معايا الحوايج وهزيت مليون الثاني ورجعت. درت لها هذاك النهار درت لها دابا خلاصه اختي، خلاصه ما ديتيلهاش الفلوس. بلاتي درنا التحليلات درنا كل شيء، بقات تما 8 ايام ما بغاوش يديروا لها لاباراي، ما بغاوش يديروا لها هذيك العمليه الاخرى، واخا انا شريت الماتريال كانوا شي مشاكل تما وكانوا داك الشيء ما بغاوش. انا ملي ما بغاوش يديروها بغاو يخرجوها ليا بلا ما دير لاباراي، كانت فاقده الوعي. ها البنت غتشهد ها هي كاينه فارجع على فاقده الوعي، ما بقاتش كتعقل ان الماء غلب لها على المخ وعينها بدات كتمشي ليها بدات كتعمى. انا غوت عليهم تما شويه وطلبت ان شي مسؤول يجي عندي. حضر عندي الدكتور اوهابي، جا عندي بواحد الجمعه مع 4:30 العشيه، قال لي مالك يا بنتي دايره صداع؟ قلت لي هذه بنت خالتي وانتم عطيتوني كولو دو ليبران وقلت لي ترديها للدار، انا ما عرفتش غندير لها داك الدواء، ما عرفتش غندير لها الماء. قال لي هذه العمليه خصها دار في موريزكو، عطيتو برا لان موريزكو ما بغاوش يديروها ليا، انتم اللي بديتوا العمليات في الرباط. عاد امر عطاني ورقه اخرى وعطاني ماتريال اخر، هي لاباري الانتر اللي دايره، وشريت لها لاباري انتر ب 60. شي غادي نوجه لك جوج اسئله ولا ثلاثه مباشرين باش نساليو هذه، لان عندنا مازال الناس اخرين خاصهم ياخذوهم حتى هما في قناه شوف تي في. باش بالنسبه دابا اختي خليني انا نسولك وجاوبيني، لان انا اللي درت معها الحوار. هذيك السيده كتقول لك بانها الدار انت ماشي دارك، جيتي غير تقابليها وسوليتي ليها على الدار. انا ما نسوليش، واش هذا الشيء كاين ولا لا؟ دارها كاينه لتحت ماشي دار الورات هذه كلهم. هذه دار الورات، هذه دار الوراثه، مخلينها خالاتي فيها وكل شيء كاين فيها. هذه دار الوراثه ما ماشي ديالها بوحدها، ما عندها حتى ورقه حتى وثيقه كتثبت. انا عندي التنازل تاع جده، تنازله ليا لواحد الغرفه لتحت، ومن بعدها كتنازلت علينا ولا بجوج. من بعدها هي بغات الفلوس، ما عرفتش علاش بغات الفلوس، طلبت مني ناخذ حقها في ديك الغرفه الثانيه. عطيتها 4 مليون باش تنازلت ليا هي وكامل قواها العقليه. نزلت لي هادشي في 2012 ولا قبل ما دير العمليه ومن بعد ما دارت العمليه؟ لا قبل، قبل ما دير العمليه. واه يا باش ما قبل ما تمرض هي انت كنتي ساكنه في الدار؟ كاينه انا مع دائما كنتي ساكنه؟ كاينه دائما معاه. صافي اختي خلي داك الورق وكملي معنا. الورق ما حنا تايقين به، لا هذاك الشيء اللي كتقولي كتحملي فيه المسؤوليه ديالك انت. هي كلها هي خلي الورق وكملي معنا. لان هادشي كله غيبقى تابع للضابطه القضائيه. واخا هذاك الشيء اللي حنا هي كنبينوا، حنا هي كنوضحوا للراي العام. المراه اللي عندها اما الناس الامن غادي يديروا التحقيق ديالها. المراه اللي عندها الفلوس والذهب راه غادي تمشي تشهد ليا. وبالنسبه انها نقزات من السطوحه، كاينين جوج سطوحه اللي مشاركين معانا. الراجل غيمشي يشهد ليا
راه مشينا الصباح ولقينا الانسبكتور ما كاينش، لانها ما طلعتش من السطح، والسطح عالي بزاف ما يمكنش تطلع منه، ما يمكنش تطلع منه. انت انسان صحيح ما غتقدرش تطلع منه ولا تنقص الا ما كان السلم. والجار اللي لاصق على الجار عنده حيط طويل، مسافر العروبيه في شعبان، يعني جوج ديور اللي لاصقين معانا، وكنطلب من رجال القانون يجيو يقلبوا السطوحه واش غتقدر. هاد السيده خرجت بخاطر، خرجت من هنا عندها سوارتها. انا عمري ما سديت عليها، انا عمري ما عطيتها الدواء. هاد الدواء سالا لها دابا اكثر من 20 يوم ولا 25 يوم، ما بقاش هذاك الدواء ديالها. هذا الدواء ديالها بالوراق. بلاتي بلاتي بغيت نسولك، بغيت نسول هذاك الدواء ديال هاد الادويه ديالها ديالها بلا اوردونونس. واخا هاد السيده منين خرجت بخاطرها وشويه عليها، علاش ما هزاتش مع الدواء ديالها؟ ما عرفتش اسيدي علاش. انا خلاتني ناعسه هي قبل اللي يوقع هذا المشكل، قبل اللي يوقع، قبل لا تخرج بغات تولي تخرج. كتخرج هنا لباب الدار كيتجمعوا لها الناس، هي عندها الاكتئاب، كتشرب الدواء الاكتئاب. ها هو بلا اوردونونس هي تشوفك حتى تعنقك تبكي عليك. تشوف انا بهذا الوباء اللي كاين ما يمكنش تخليها تخرج وانت مسؤوله عليها. خلاصه كيف هي قلت لها الا كانت كتشوف فيك شنو بغيتي توجهي لها رساله؟ شنو الا هي دابا كانت كتشوف فيك شنو بغيتي تقولي لها؟ بغيت نقول لها الله يجازيها بخير، ونتمنى هي ديما غتبقى اختي وبنت خالتي. هي بنت خالتي واختي في الرضاع. انا ما عمرني ما غنعايرها ولا غنسبها. ما عمرني ما غنعايرها ما غنسبها. غنقول لها الله يسمح لك والله يغفر لك، انا ما تعديتش عليك، وانا ما خديتش كذهبك، وانا ما خديتش فلوسك، وكاينين الشهود كلهم غيمشيو معايا اللي تعطاو عليهم فلوس، واللي رديت لها 186 فرير قدامهم جوج غيمشيو يشهدوا، والوراق تاع يعني الفاتورات والماتريال اللي شريت الدواء وكله كاين، والامبيلونس راني غنمشي نجيب الفاتورات ديالها، والقضاء راه غيكمل المجرى ديالو تاع كل شيء. والراجل اللي قالت خرجت من عندهم الدار غيمشي يشهد، والمراه اللي قالت والفلوس اللي قالت عندها ها هما، واللي زامي اللي كتقول حبستهم عليها. شوفوا الراي العام، شوفوا الناس كما تعاطفتوا معاها وكما بقات فيكم، حتى انا نبقى فيكم، حتى انا ضحيه، انا درت غير الخير قدام الله وقدام العبد ودرت على الغفران. هذوك الناس كانوا كيجيو، هي كدير المخدرات وكانت كيجيو عندها، ما يمكنش انا نبقى ندخل رجال على بناتي وانا مراه مجوجه، وكنخاف يجيبوا المخدرات يعطيهم لها، وهي تمنعات من البقار وتمنعات من كل شيء، وانا هي مسؤوله عليا. دابا انا ملي غنسالي هذا الشيء كله، وملي ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى غيثبت البراءه ديالي، غنتسلم هاد الوراق وهاد المسؤوليه ديالها كلها عن طريق الضابطه القضائيه، باش نتخلى مسؤوليتها وباش ما نبقاش متابعاني قدام الله. قلتي لي بان كاينه شي سيده صديقه ديالكم بجوج وكتعرفكم بجوج غتشهد. اجي اختي تفضلي. باختصار الله يخليك. السلام عليكم. انا كنت في الرباط وخدامه في الرباط، وعيطت لي صاحبتي قالت لي عافاك سيري عند واحد السيده راه ما كاينش اللي قابلها. قلت لها داكور باش نجي عند السيده اللي هي بشرى باش ندي ليها البطانيه. افيكتيفمون بدات كتطلع هي لكازا الرباط، وانا من جون اللي عز عليا بغيت ندير الخير. قلت لها نقابل، انا ما كنعرفش نسيمه وما كنعرفش بشرى، كنعرف صاحبتي هي اللي الوسيطه. ما عليناش مشينا، بديت كنقابلها كتمشي هي كتطلع. هاد السيده غير ظلماتها كذبوا على الله، واليوم شهر الغفران. كانت كتمشي عندها، كانت كتديها دي لها الماكله، تقول لي عافاك دي لي هاد الدواء، نجريو في الاطباء غير داك لا ماشين ديال راسها. اقسم برب الكعبه الا طلعنا عليها في داك السويسي وهبطنا عليها، يعني ما نكذبوش على الله، يعني ظلماتها. انا راه جيت باش نشهد شهاده الحق، يعني هاد ما عاد شنو بغات من عندها نسيمه. نسيمه كانها دايره داك لاباري، خصها ترتاح، خصها تنعس. اخر جمله كان خرجنا عند الدكتور ورد غيري قال لنا خصها تنعس، ما خصهاش الصداع، ما خصهاش بزاف ديال الحوايج. وبشرى كانت مقابلاها لله، زعما كي زعما هادشي دارت فيها زعما حشومه، ما صرفت فيها غير خير. انا غير فاعله خير، ما كنعرف بشرى، ما كنعرف نسيمه. نسيمه هي الضحيه ما كنعرفهاش. نسيمه كانت مريضه خصها اللي قابلها. هاد السيده بغات تحن عليها حيت يتيمه، هادي يتيمه والاخرى يتيمه، بشرى يتيمه والاخرى يتيمه، كانوا يتجمعوا بجوج بيهم ويتقابلوا بعدياتهم. هي دارت هادشي كامل ما عرفتش علاش. شدات جيت لهنايا، جيت انا شفتها دايره بطانيه مفرشاها موكلها، ما خصهاش تجمع عليها الناس، ما خصهاش تصدع حيت داك لاباراي، خصها الهدوء. تخيل عندك لاباراي في راسك والناس يكونوا مجموعين عليك، راه ما يمكنش. هي بغات دير واحد الخير، اشنو دارت؟ قالت حكا حكا طلعت من السطح. راه لاباغي باش كانت خارجه من الطبيب قال لها راه خصك تنوضي بشويه وتجلسي بشويه، ما خصكش تهضري، الشمس ما خصكش تشوف فيها. اما بالنسبه لهاد الدواء قسما بالله انا اللي مشيت شريته، حيت انا موتوريزي مشيت تحرك حتى للسويسي كتنقلب عليه، ما بغاوش يعطيوه ليا. حيت السيده بدات كتدخل وتخرج الهضره، والناس راه يقدروا يكونوا كيشوفوني اللي كانوا الناس في السويسي. كنا كنجريو، هاد السيده كانت كتبكي على ودها في داك البلايص، البلاصه باش تاخذ بلاصتها، باش تنعس، باش تاكل، باش دير بزاف ديال الحوايج. وكنقول الله يهدي ما خلق، واحد يبقى يسمع من جوج جوايه، ما يسمعش من جهه وحده. داكشي علاش جينا عندكم. اذا الله يجازيكم بخير، تنبقى فيا الحاله، هي غير شهاده الخير. طلبت من السيد الحموشي
ومن جلالة الملك ومن المحاميين يعاونوها. حتى انا مواطنة وحتى انا يتيمة كنطلب من سي الحموشي ومن جلالة الملك ومن اي محامي. انا ما عنديش باش ندير حتى محامي على راسي. كتشوفوا الحالة كيفاش عايش. كنطلب منهم يعاونوني حتى انا كسيدة طاع على الظلم. والقضاء راه غيكون في الحق. الكلمة الأخيرة والكلمة الفصل غادي تكون القضاء. القضاء. إذن وأنا الوقت اللي كيجيو الناس السيدة فاطمة اللي دوات معها في الفيديو الأول دخلت هي وأمها وعمرت لهم أتاي. دخلوا عند الجيران. دخلوا عند الجيران كلهم. ولكن ملي وصلت كورونا. هي ولفت دار عامرة. داكشي علاش. ملي وصلت كورونا راه حتى واحد ما بقى كيدخل واحد. من حقك من طبيعتك. ملي وصلت فترة تاع كورونا لأن حنا خرجنا. لأن حنا خرجنا نهار خرجنا من السبيطار نهار 22 شهر لهديت بلاتي بنتي نهار 10 في شهر. اذا اختي صفيره تيقنات. خرجنا في السبيطار في نهار 10 في شهر 2 يعني من وراء 10 شهر 2 وصلت 3 بدات كورونا. داك الشهر اللي ما بيناتهم دخلوا الناس دخلوا الجيران جاوا العائله حتى هذوك لي زامي ديالها دخلوا شافوها ما بغيتش نذكر اسمائهم. دخلوا كاين اللي شرب اتاي كاين اللي وقف كاين اللي طل. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم انا كيما ضامنتو معاك اي انا براسي كون سمعتها وكانت برانيه غنضامن معاك اي واحد غيتيق. ولكن ملي كيتبان الحقيقه راه انا ها انا جيت انا صورت وهانتوما شفتوني والناس كلهم كيشوفوني وبغيت كاع الناس انا يضامنوا معايا وبغيت انا محامي كنطلب اي محامي يتعاون معايا لانني ما عنديش فلوس باش ندير محامي على راسي. وهداك الشيء اللي اتهمتني فيه راه جريمه وانا ما يمكنش غندير هذا الشيء. والحمد لله على كل. إذا إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر اللي خديناكم من خلاله اللي عطيناكم عطينا من خلاله السيدة اللي اتهمتها بنت خالتها بأنها كانت كتخدرها باش تسولي لها على الدار ديالها وبأنها دات لها 4 مليون. عطيناها حق الرد. كان هذا حق الرد بشهادة الصديقة اللي كانت كتمشي معهم السبيطار وتجي. الكلمة ديال الكلمة الفصل غتبقى الناس ديال الشرطة والناس ديال القضاء. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.